كيفاش لقيتي هذا الخبر امي؟ تفضلي كيفاش لقيتي هذا الخبر؟ ما قادرش تهضر هي تلقات. المهم تلقات هذا الخبر، انت كتشوف حاله ديالها كي دايره، هي راه مصدومه راه ما كنت عارف العلاج. هاد البوليس اللي ضربهم ياخذوا حقهم بزوج. واش العلاج لبنيتك؟ ايه ما استطعتش باش تديو الكلينيك. دابا هي شوف، هي مصدومه مسكينه، وراه انتم كتشوفوا الحاله ديالها. الحاله ديالها واخا ما تهضرش غتبين لكم ان شوفوها مسكينه كي ولات. وحنا كنطالبوا من الحموش ياخذ الحق في هذا البوليسي اللي ضربوا، وآية تمشي لأحسن كلينيك وتعالج، حيت هذيك الدرية باقي غتفيق وباقي لها أمل أنها تعيش. أما لا هملتوها أنتوما، شتي لا هملتوها أنتوما، راه ديك الساعة راه أش غنقول لك، خاصها تحيد من داك الكلينيك وتعالج. وراه أنتوما كتشوفوا، راه كاع المشاهدين كيشوفوا الحالة ديالهم. لا ما خلاونيش، نشوف. ما خلاوكش تشوفيها؟ لا حيت نازل 33. المهم أش كطالبي دابا اليوم أنت مباشرة؟ واسم بنت ياخذ الحق في هذا اللي دار ليه، ياخذ الحق في هذا اللي دار لهم، ويدوا بنت لشي كلينيك ويعاونوها. راه ما استطاعتش دابا باش ديوها الكلينيك. نبقى ندوي قدامها، الله يرحم الوالدين. راه ما فهمتش، راه بعد الدريه باقا صغيره، راه باقا حشومه هادشي. والله حتى حشومه، راه حشومه كاع، والله حتى حشومه. عندنا مراه ديال الدوار خويا، بغينا المحسنين يتدخلوا، بغينا يعاونوهم، يديوا لشي كلينيك، حيت الا بقات تما راه ما غاديش تخرج بخير، ما غاتخرجش بخير. لا راه كنحميوك من الشفار، قاتلين لك البوليس غاتجي. واش دابا بلاتي خليني نهضر. واش دابا بلاتي كنطلب من كلشي، واش مابقاش فيكم هاد السيده؟ راه ما قادراش تدويرها مشدومه، ما يمكنش. راه ما انت ما شافتهاش، ما قادراش تخرجها. واش مابقاش انت ما عندكش الاولاد؟ هو ما عندوش الاولاد. ها قاتلو ملي كتجي تشوف، ملي كتجي تشوف كتلقى راسك، قاتلو بوليسي. كتقولها بوليسي، بوليسي اللي قاري. لا لا انا وانا اللي خاصو يحمينا حنا. صلاح ما بغيناش ايه تضيع، بغينا المحسنين يتدخلوا، بغينا كلشي يتدخل باش يديوها الكلينيك. راه ما استطعناش كامل، بغينا الا جينا نتفاردوا راه ما غنكفيوهاش. نتفاردوا ايه، ولكن حتى شي حد يتدخل ويعاوننا، راه حيت ما قادرينش نديوها الكلينيك. والدها ما استطاعتهمش يدخلوا المحسنين. سمحان خويا، راه سمحان، راه مسكين، راه بنت عزيزه عليه، واللي بغات يعطيه ليها. والله يش ربي شافيها. فين كاينه دابا؟ باقا في المستشفى؟ باقا في المستشفى. ما خلاوكمش تشوفوها؟ لا لا انا باقا ما مشيتش في المحمديه. يلاه جيت، باقا ما مشيتش للسبيطار. يعني تتمناو ان قال لي الربعه نتمنى اولادي، نتمنى يا ربي امين، نتمنى ولي الشفاء، ونتمنى لهم الخير كامل. اشترك الان في قناه اشواق تيفي، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.